الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم في موقع جديد للربح إن شاء الله. الموقع ده شبيه بموقع اسمه لوت دوت كوين. الموقع ده تمام، الميزة اللي فيه إن هو الويزدرو بتاعه بيكون أقل من اللوتس بيتكوين وبيكون أسهل. هو محتاج شغل شوية بقى، كل يعني أي حاجة هنا بتحتاج ربح مع نت، بيحتاج شغل، بيحتاج جهد علشان والتزام، يعني انتظام فيه علشان تقدر تربح منه. تمام، عندنا الموقع ده اول حاجة نبدأ فيه هنا اوبن. انا عندي حاليا 236,087 شاتوشي. بيبقى عندنا هنا نظام اللي هو بيدي زي نظام اللوت كوم بالموقع اللي قبل كده، بيكون بس انت ايه كل ساعة بيديك 15 جوهرة من الجواهر دي، بتفتح بالطريقة دي عادي خالص. تمام، هو بيزود معاك في الوقت. طيب عندنا هنا في اوفرات، انا طبعا قلت ما بنصحش لان هو في اوفرات يعني هنا ممكن انت تعملها متكلفكش فلوس، وفي اوفرات تبقى مجانية. تمام، اذا كان في مجاني بدخل فيه وتوكل على الله، اذا كان بفلوس ما انصحش حد ايه بيه. اللي معاه فلوس يعملها براحته، كل واحد حر. وهنا ده لوتري زي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، بتحط انت معاك مثلا 5، بتشوف طلع معاك يبقى يديك كمية 25. ما طلعتش واحد من نظام عشوائي يعني، تمام، ما طلعش منهم الخمسة بتطير منها. تمام، والانفنتر اللي هو ايه الحاجات اللي بتطلع وبتظهر. بس هو الموضوع بسيط جدا، مش محتاج فيه اي تعقيد ولا اي تفاصيل، فقط انك انت بتحوش جواهر تمام وبتطلعها وبتطلع لغاية الوزدرو. عندي بقى اهم حاجة عندنا الوزدرو، كيف احنا نسحب الارباح. الارباح نحط هنا البيتكوين بتاعتنا تمام وبنعملها وزدرو. بس في حاجة، التحويل اقل شيء انت، انا واخد 20 دولار اقل يعني، انا هنا عشان اوصل لواحد واقل هنا مينيمم 100، ده كويس. بس ده اللي انا شايفه كويس. ميزة على التاني كان 49%، كان رقم كبير وكان محتاج وقت اكبر. تمام، اعزائي المشاهدين، خلينا اكتفينا كده بالموقع. هو موقع بسيط، انا مش محتاج فيه تفاصيل او طال عليكم، الموضوع بسيط جدا ومش محتاج فيها تفاصيل. تمام، بس نبدأ بقى طريقة التسجيل. طبعا عشان تبقوا عارفين بسيطة جدا، بتقول لي جوين، حط اليوزر نيم، الايميل، الباسورد، وريجستر، فعل الايميل وخلاص. على كده الموضوع بسيط جدا. تمام، شكرا جدا على المشاهدة، وتابعونا بلايك وسبسكرايب، وإذا في تعليق عرفوني، لو في أي حاجة عايزين تعرفوها ردلكم عليها. لو في أي حاجة عرفوني، لو عايزين تعرفوها على كلموني عليها، وتابعونا على القناة، وفي فيديوهات تانية كتير جاية إن شاء الله.